إبراهيم فارح وكسلامة ولاك إبراهيم فارح حسن وكسلامة ولا شيء وكسلامة أباي مريم وكل هفكي يكال هذين في واي وحبلا أنجو أدان لهاي بعض نبض ينور وحبلا وحيرنا أنجو فنتي إلى رهينا دينك عن هيسنو هي النسب كأن هاي أنو حيرهنا أنو حيرهنا لغن كصوبان إلهي نسيج أيانا فعلين واحد نتك لجوه الحبين أيا أما كصابسا عن شحومة كصابسا لغن حومة كصابسا إن كهذا الله وحالو الدلاية كل غنكا يوم تغان إلى أنت دغن كان الصوب إلى شرع الإسلام كا وحن حيرنا أو أن إلى أن وحيت هاي مرك أول رئيسة إن عروت الصومالية دعيرتا سو كريسة إلى أن لقوه هذا لحن حن يعني لقريب وحن أركينا بريها كان إن أنا مغلي إنه هذا لا أدي أبو فرحون أو لغن كل يدين الصوماليات ملك لا كوا أو أد مودد إن قندراس وصو قاتي قندراس كاسو إن مشرد لحد هذا نقول لحفا فيو هذا لحن حن أو لغن حماة سي ذاتك الصوماليات أي لغوهد أو بطان إريلاس حن حن لغن درد إسلام مركز لو آمنوا وحكر إلى يهين واحد طبيعي هو إسكا عادية إلى يهين أنا أنت يضع وحكر دمبية دولة الشيشية أو كب حناية لقالوا سيطة عن كين الصومالية كل سنة دينة إسلام كا ما اللي قلعوا أنت وأفيفتي يا أرتي هوري أن أقول تلقى إبراهيم شكينا إن كفروا لكن ما أنت إنكستون أن إذن ليه كريم واح والبر عقنا هاي هي واح كستول جرا أيان ميس كصو صارنا سببته أي تهاي وحيا ربضا أو واح جرا حتى شيك شيك جودة إن شيك شيكنا حتى أي دم بتهاي إن أي دم بتهاي أيان كأم سنة وحيا بقى قاركود مركا أنا جو أسلوبي دون هذا الك أنا جو ملا قاركود فت دار الدونة أنا جو متقى أن وحيابها العروس سلية هاي أن أقولها يو جيل كدم بالصوماليات إنه هذا الك لا وعجارسيو أيان دب إنه كقولي الدونة لكن وحبال إدين في الدونة إدين حق حق الدونة ملاها هدي إلى هاي هالك الأمور أنت أسكدب وحنكو بالله من نهرتا شركة كلا عي جيبوتي أيانكو بالله بدونا كدمنا وحنكو سو حجد دونا ويلكي الكاد الجملة أيان هنوراتو نيك اللبا حي أيان لفتي يوسنا وحقو أسر كيسي هنو أيدين شيك دونا أيانكو سو قتم دونا هدي إلهي ثالي كلقو إيو وحيابه قاب كدخنا أما فرح مدرها كان لعي مقدسه سلاش ميدي حل جد قال السكية أيها الأخوة إن الدب دتك روح السوسية وحيد دعائيه لغنك دتك قاركس إليه أنت أسكدب شركة كان لعي ماشي اللي هذا جبوتي وان أركتين كومريكية كسو بحي كومريكية كسو وحا كجري دور قرات وواوين أيها كجري وغورين تيبا أي بشرة كنول غير أساسية قاتمو أي كأوغان كران هل كأي كجوغان أما أي كتاريهين دولة صوماليات أو أي شرعي أبنان بحايين مستقان أدقال لمايين من مقبض الصوماليات كو أي دي مينو وحان أدرين كل جين وحي أهد من مقبض الصوماليات لكن داد قرطة من مقبض الصوماليات
هي معانك وليها من نمذا يعانك بلوغا ضد قرطاه وحان ليه أساسية ميشال مجروكتو لكن ديغان كينو يقول كينو أو حر إذين أه أيا وحر بيزكا غفي عن وحان ليه هاي أكو تشرينا أو يان لسكوها الليين دولة حسن الشيخ وحالك سنتهين الشيء يمحوها ورسعافاتك صوصر وحاكمدها قضب وحاكم جريئها وإن مملكة الصومالي لان دولة الصومالي وقراؤده حسوقي يقبض فلكي أي أقيسك دولة دي كعانك أوكي دولة دي كعانك وحي جرتي كوب إلى بات الصرم لما كان أيقنا حلق أي لازم واقوصن وحالك جرى مدرسة دوصرة وحا عمر دير مانتا دولة دا لبعض الصومال لان هي دولة دي كعانك وحا عمر دير دولة الصومال لان وصد وصرجتا اوكي دولة صد وصرجتا ان ديقامو مامولك اي ايو شاكتان هوسي مادا اني بلاك عدو حصوغ دو مدافعه قراع دو داد كيدي اي اللايسو اي بربروسو او انتاسو بلود دقالك سعودي اي كوقادو كهرنا اي داد مساكين بالمقيدة اي دلي جنين يا كحال مريها يا مركا حسوقي اي يمكاس اسهلمت او قيستي لوكا صور يا سناك يا عين يا او قرابا يا او لقصوها الي الي قرابان وحي اللعي مرها الدين اللي يريد دولة دي سياد برا لواتي كوز لك حكومي سي لباتي كقيست وقوي قلبات لباتي صور يا سناك يا قاضي عند قاضي سواعيو دا سبحان ربا غير صور السلام إلي أقادان ماش عيك الجوغان حاسا الشيق إيوه كوح ديسا وحان لايها مركا اسكوت السادة قرب كين لانتاقن هاي ماش الدولة مجرطو وحاد جراء وكوح قول ستاة يتوقو وحا سود دلجيي يسيس كاس غير كاس لما كاس متقانا وحاوي إيه حان الشيق وحاوي هيرك او جوغا مانتا مركو او قيميي نينك اللي هاي موسى بيحي لباتا دا هاي ستا لولكي اي شيغان ايانو كالاقو اي اسا سييو مامولكو يدي كل واقاتو قولي او تاقل اوضل ايا بورم ايا باكي الا ايا زيلع او ايقو المرد كل واقر ربا مامول ايو انتي يلانا سوهرتي هرقيسة ايا برعو ايا بربلا سوهرتي ايادونا اسكو فيعنين ساس دراديد ايا كنتي نفس كاسياس ديد اي اه دوريد الصوم بايدا نصو حالي وانسو يشي وحاكلو اجراء ان ربعين اوشيغو وان ربعين اوشيغو ارين كلا او قرسودية او وحا جرت ايضا نقالو كبحلي تاسي او اه ان دوريد مرايكنكا لقاليه الشيي لكده بربرا يسليق بربرا ما داما يمن ايو لمنكي حوتين تا مرايكو كورا بينا دولان كقادو وحو جعل يستقنو حلو آقب بدع عسكو جيدا سليق مال وكالكتو انتو او دقالك او كل جلو حوتيين تا ايو يمن ساس دراد دولود جبوتو او صوبان لغي جبوتو واكد دي دانتاس يضع او وحي تلالقو حوتيغا بابو مندب كان اساسارن هاي ادار مدفع اي صوت توران لغو لعكرا لغرها لهو لكن نمانا وحو اوغين او ابر كودو هو العقل اوباهن ان كو غيها اني ايغو وريج باشا ماركا موسى بيخي اي حد شغال لو وعي خوغا دقالانا مريكا لا قاتاي الا يو دور يو كونتن سولو ايا لو نسقريا لو سيخاي انو مريكا سليق واهان دونتو بربره يو ميشا ليادو دكديدبا ارنتاس يدا اه وحان لسي عبد الرحمن العقت اوو برهد اوو بدنيد انو كا قاتاي اسماعيل مغيلي ayagoo oo xogaa usoo siiyay sida ilmo bataqaana oo asagoo u dhalay wariyada inuu intan qaat isla shalay Muuse Biixi waa ka duulay wuxuu aaday Addis Ababa ayuu aaday aan aragno maqorshaha laga soo bedeli doona mas wixii loo dhiibay oo loo soo sheegay ayuu qaad doona mase dawladda Itoobiya miyaa ka bedeli doonto dhii doonta ka bax man la qaan wixii soo kordhay إن شاء الله تعالى دب دب كده الشيء كده كو قلب لبعض واحد رأها
colaadda ka taagan gobollada Soomaaliland ama Soomaaliya waa in lagu xalliyaa hab qabiil oo dhaqankii Soomaaliyeed ah, taasoo ujeedadeedu ay tahay in meeshaas laga saaro magaca SSC laga saaro, oo waxa isdiray ama dagaalka hadda u dhexeeya uu yahay qabaa'ilo ka tirsan maamulka Soomaaliland, qabaa'ilo ka tirsan ayaa isdilay waaya micnuhu maahane SSC iyo nimankii la baxay jamhuuriyadda Maraykanka la baxay ayaa dadka u dhexeeya lama dhihirin. Waxaa lagu qoray communique-ga qabaa'ilo Soomaaliyeed oo isdilay waa in lagu xalliyaa qaab qabiil oo xab mataqaana habka dhaqanka Soomaaliyeed waa in lagu xalliyaa. Taasna waxaa meesha laga sii saarayaa waxay tahay arrinta SSC. Waxaan rabaa marka SSC maamulkooda iyo odayaashooda dhaqanka inay ogaadaan dhagaha furaan arkaan waxa ka soo baxay meesha iyada ah, oo ay tahay ujeeddo gaar ah oo laga leeyahay maamulka SSC. Waxaan u baaqayaa inay ka digtoonaadaan dhagaarta dambe ee soo socota, tanse waa arrinaha ujeeddada ee qasas ka dambeeya. Intaas waxaan rabaa inaan uga baxo shirkii ka soo baxay Jabuuti iyo xogta waxa ay tahay iyo waxa la dalinayo oo runtii aan idiin bayaaniyey. Intaas kadib waxaan rabaa inaan usoo gudbo baryahankan wareysi nin la wareysanayo oo ilka jajaban ayaan arkayna anigu nabad iyo nolol haddaan lahay waxyaabaha qaarkood kama hadallo. Dhaqanka noocaasna ilaahay nooma dhalin, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Anigu waxaan nahay dad diin leh oo xishooda oo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqankeena islaamiga ku dhegan. Waxa ayaan darro ah oo nasiib darro ah in maalin kasta caruurta Soomaaliyeed ee aan qaan gaarin in dhagahooda la maqashiinayo waxyaabo ku saabsan qoomuluudnimo, nin iyo nin isu galmoonaya in dhagahooda la maqashiido waa ayaan darro. Waxaan qiyaasi karaa arrintaas iyada ah in uu ka dambeeyo shisheeye si carabka bini aadamka ugu soo ceshaan qoomuluud iyo nin damcay, inay arrintaas ay u noqoto dhagaha ummadda ay ka badato wax iska caadiya, laakiin ma aha wax caadiya maahan inay caruurteena Soomaaliyeed oo inay maqlaan dhagxumadaas iyo foorxumadaas iyo waxaas laga sheekeynaya. Waxaa weeye waa arrin xun, shareecada Islaamkana meel kaga dhacaysa, dhaqanka ummadda Soomaaliyeed meel kaga dhacaysa, waa arrin diinta ku xun oo aad ogsoon tihiin in Ilaahay qoon dhan oo noola loo halaagay, arrintaas iyada ah loo halaagay. Marka kuwii loo halaagay qoon Ilaahay u halaagay inaan maalin walba annaga inaan ciyaalkeena ay dhagahooda maqlaan, horta waa nasiib darro. Waxaa kaloo nasiib darro ah dowladda Soomaaliyeed maanta joogta oo go'aano ka soo saartay saxaafadda xorta ah iyo qaabka ay wax u gudbiyaan wariyaasha waxyaabaha liddi ku ah dhaqanka ka soo horjeeda diinta muslimka kasoo horjeeda iyo dhaqanka suubaneed Soomaaliyeed oo baarlamaan ku ansixiyey golaha wasiirada ansixiyeen in haddana wuxuu ay iyagu ay rabaan ama ay dhanka leeyihiin inay yihiin fasax, wuxuu aysan iyagu rabinna ay qofka ay ku saarayaan dembi ay leeyihiin habar hala soo qabto, hadal xun uu ku hadlay, hala soo xulo, wuxuu ku leeyahay sharci uu ku leeyahay, dastuurku jabsay, heshiiskaasoo ka baxay ay leeyihiin. Laakiin waxa iyagu ay rabaan oo ay rabaan dadka inay u gafaan ay yihiin xalaal, inay yihiin